مثل الخير في بالكم كل سكان خنشلة وخاصة سكان بلدية خنشلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، تحية إلى كل سكان ولاية خنشلة وخاصة سكان بلدية خنشلة وإلى متتبعين صفحة رئيس بلدية خنشلة. اليوم راح نقدم لكم حصيلة مدة سنة يعني على ترأسي على مجلس الشعبي البلدي لبلدية خنشلة. هذه الحصيلة اللي فيها جميع الأعمال اللي قمت بها على مستوى بلدية خنشلة، باش نكونوا نديروا التقييم تاع العمل تاعنا ان شاء الله، وربي يوفقنا ان شاء الله للمستقبل القريب ان شاء الله. بالنسبه للطرقات نبداو نقطه بنقطه. بالنسبه للطرقات يعني المواطنين دائما يتساءلوا في الصفحه عندنا الطرقات يعني بالمجهودات المبذوله اللي بذلتها مع السيد ولي الولايه اللي سجلنا حي النصر، حي السعاده، حي 8 مسكن، 314، حي ميليكي واول نوفمبر. الاحياء هذه يعني ان شاء الله المواطنين راهم شافوا باللي المقاولين بداوا الاشغال تاعهم، مازال حي نوفمبر وحي حلويه لسطيح شناوي. احنا ان شاء الله يعني دائما الوعود تاعنا مع المواطنين يعني كنا في المستوى وعندنا بالشيء اللي نجمنا يعني نوعدهم به انه نفذنا الشيء هذا. تبقى كاينه اجراءات اداريه يعني انا ما نقولش بلي تعطلت، لكن تعطلت هذه اجراءات اداريه ان شاء الله يعني مع الامطار الاخيره والثلوج والاخر عطلتنا شويه. لاحظنا يعني كاين خاصه الطرقات تاع وسط المدينه قرب مزداو والسنتر فيل يعني وخسرنا مبلغ مالي 500 مليون لترميم الطرقات. ان شاء الله يعني حنا نقولوا هذا العام هذا يعني عام مبروك على ولايه خنشله خاصه من تساقط الثلوج على الفلاحين، يعني ان شاء الله يكون عام مليح، يصبرونا ايامات بركه ونبداو في الترميم تاع الطرقات. بالنسبة لروحوا المجال الرياضي يعني الحمد لله انه السكان يعني خاصة الرياضيين لاحظوا انه كان لي لقاءات مع عدة فرق خاصة مع الاسم كان اللي خدمت لهم يعني قدمت لهم تشجيع كبير وقاعدين نعاونوا فيهم وفريق بوجبانة والجمعية الرياضية اللي احنا كنا دائما يعني في الصف نتاعهم ودائما نقدموا لهم المساعدة وهم على علم ذلك والكلام اللي نتكلم راني مسؤول عليه وشهادتي يعني كاين كلش مسجل وموثق في صفحة رئيس البلدية. انا نقول ان شاء الله يعني احنا صنع يعني الاسم يعني كانت دارت انطلاقه طيبه وجيده اللي حتى الانصار يعني استبشروا بخير باش يكون الصعود. انا نقول لهم بلي ان شاء الله العام الجاي راح يكون يعني طاقم جديد للفريق هذا ان شاء الله ونديروا به الصعود ان شاء الله. بقات يعني الترميمات تاع الملاعب يعني ملعب حمام عمار المقاول يعني سنا في لاطراف تاع ليزيكيب برك المقاول راح ينطلق الاشغال. حي السلاطيبه لاحظوا السكان تاع خنشله وانا ديما نقول هذا ملعب تاع خنشله ماهوش تاع حي، لاحظوا ان المقاول بدا في الاشغال تقريبا 20% ولا 30% نظرا لبرود الطقس يعني المقاول حبس. بربي ان شاء الله يعني في مده تاع شهر ولا شهرين يكون الملعب يعني ساجي مع يعني راح يكون ملعب ان شاء الله اللي راح يتوفر على جميع الشروط في ولايه خنشله. نروحوا يعني نزيدوا للبعض يعني المنتقدين بالنسبه للمدارس يعني اللي عندنا تقريبا 59 مدرسه ابتدائيه اللي لاحظت الناس انه يعني انا كرئيس بلديه زرت جميع المدارس وخصت لهم مكتب دراسات اللي راهو قاعد يتبع في المدارس ان شاء الله اللي راه خصنا لهم مبلغ 2 ملايير ومع السيد ولي ان شاء الله مع السيد ولي الولايه ان شاء الله اللي زدنا درنا له بطاقه تقنيه انه كش ما زدنا مبلغ مالي ثاني انه نرموا جميع المدارس خاصه لي سانيتير المطاعم المدرسيه يعني حتى المديرين يعني بعض يعني كان بعض الناس اللي يقول لك المدارس تاع بلديه خنشله ماهوش ملاح. انا نقول المدارس تاعنا من احسن المدارس وحنا كبلديه خنشله يعني احنا مسؤولين على المدارس هذه موفرين لهم يعني جميع الامكانيات بالنسبه الحراس المطاعم يعني الشيء اللي متوفر في البلديه موفرينه. نزيد نروح للمساحات الخضراء انه لاحظوا المواطنين انه بالنسبه للمساحات الخضراء يعني بذلنا مجهود كبير يعني خاصه في حي 700 ساكن حي السلاطيبه طريق العزار يعني هذه الاحياء اللي زار دو جولولاد يعني رغم التقشف انا ديما نقول باللي الظرف الحالي اللي راني فيه كرئيس بلديه كاين تقشف وكاين الميزانيه تاع البلديه اللي هنا كبلديه ماشي يكون على علم المواطنين انه حاليا حتى يعني حتى الكهرباء والاخر مع سانرقاس عندنا ليدات معاهم مع عندنا بزاف ديون. حنا حاولنا يعني وانا بصفتي يعني كرئيس بلديه يعني الظرف هذا الحالي انه ما كانش رئيس بلديه ينجم يكون في الظرف هذا ويدير الشيء اللي درته وقدمته انا للولايه تاع خنشله رغم الانتقادات يعني انا نقول انتقادات يعني كان انتقادات يعني صحيحه وانتقادات غير صحيحه. انا نقول بلي المواطنين يعني قاعد نبذل في مجهود كبير في هذه الولايه هذه يعني خاصه من مده تاع سنه الشيء اللي قدمناه كامل للولايه هذه لاحظوا تغيير كبير بالنسبه للمشاريع بالنسبه للتنميه انه كاين تغيير بالنسبه للاستقبالات مع المواطنين يعني كاين تغيير كبير حتى يعني حتى الحمد لله يعني بالنسبه للولايه نتاعنا اليوم نعيشوا يعني فيها انا حتى المشاكل ما كانش يعني تقريبا مده سنه انه ما صرح حتى مشكل مع المواطنين يعني استقبلوهم من برا لداخل يعني ما كانش حاجه اللي دير عائق بين رئيس البلديه والمواطن. نزيد ثاني نروح
الخرجات الميدانيه يعني منذ تقريب سنه، يعني بالنسبه ديما كانت عندي خرجات ميدانيه سير تيران برا المدارس الرياضه الاجتماعات، يعني كان يعني ديما رئيس البلديه حاضر في الزيارات يعني لبلديه خنشله لاول خطره، يعني اول مره انه السيد وزير الداخليه يقوم يزور البلد يزور بلديه خنشله، ولهذه المناسبه هذه يعني تشن مصلحه بومتريه اللي تعتبر من احسن المصالح على المستوى نقول على المستوى الوطني، وللسيد الوزير يعني شكرنا على المجهودات اللي بذلناها يعني بالنسبه للحاله المدنيه والبيومتري اللي اليوم المواطنين تاع خنشله استحسنوا انه بلديه خنشله يعني قضينا تقريبا على البيروقراطيه في هذه البلديه انه صبح انه المواطن شهاده ميلاد ولا اي حاجه يعني يلقى جميع التسهيلات من طرف الموظفين. زيد ثاني روح الملف تاع العقار تسويه العقارات يعني لله المواطنين انه يعني قدمنا يعني تسهيلات كبيره انه كاين مواطنين مده تاع 5 سنين ولا 6 سنوات انه الوضعيه نتاعهم عالقه في بلديه خنشله، يعني عطيت تعليمات صارمه انه المواطنين يعني عطيت تعليمات صارمه انه الملفات خاصه في مكان 08 اللي يعني مشى بزاف في بلديه خنشله، بالنسبه للمطابقه نتاع المواطنين يعني لاحظوا المواطنين انه حتى المطابقه نتاع الملفات تاعهم ما يطولوش. نزيد يعني نقول انا باللي هذا الظرف هذا انا ديما نقول باللي الظرف هذا اللي يعني زهر ديما نقول ما عنديش زهر يعني مده انا ملي كنت موظف تاع البلديه انه كي تراست البلديه جيت في ظرف تاع تقشف لا غالب، يعني احنا ديما لازم نكونوا لازم الواحد كي يكون وطني ويضحي على البلاد هذه، وانا ننتمي للعائله الثوريه عائله الشهيد عباس غرور انه احنا ما نرجعوش للوراء دائما للامام رغم يعني الظروف جد صعبه، لكني يعني قمت يعني بمجهود كبير على مستوى بلديه خنشله يعني من جميع النواحي الرياضه الثقافه التنميه الطرقات المدارس الابتدائيه، يعني كبلديه خنشله انا بالنسبه يعني المردود تاع السنه هذه كامل انا بالنسبه يعني مع في بلديه خنشله انا راضي على الشيء اللي قدمته. ونزيد يعني نقول المواطنين يعني نقول المواطنين تاع بلديه خنشله احنا دائما في استماع المشاكل تاعهم، وما نقولش باللي وفيت جميع الاحياء لكن مازالت احياء يعني اللي وعدتها بربي ان شاء الله نزيد نوفي بالوعد تاعي معايا كحي بوجلبانه هي طريق باتنا طريق العزار كاين بزاف احياء يعني ناقصه فيها التنميه، احنا ان شاء الله نتمنى مادام كاين رجال واقفون على هذه الولايه واللي مشكور عليها السيد ولي الولايه نتمناو ان شاء الله انه كل السكان يعني يقدموا لنا يد المساعده ان شاء الله، ان شاء الله احنا نكونوا يعني حتى احنا ما نكونوش يعني كاش ثلاث ساعات نطولوا عليهم، مي نقول لهم باللي رحنا ديما في الخدمه تاع المواطنين. نزيد نقطه يعني نزيد نضيفها يعني العمال تاع بلديه خنشله وخاصه عمال النظافه والفرع النقابي اللي مشكورين يعني قدموا لي مساعدات كبيره، يعني خاصه العمال تاع الليل تاع القمامه اللي قاعدين يبذلوا فيه مجهود كبير، رغم انتقادات تاع بعض الاشخاص اللي يقولوا النظافه، لكن انا نقول النظافه في بلديه خنشله تحسنت كثير والحمد لله، يعني حتى المواطنين ملاحظين انه كاين نوعيه جديده تاع لي باك كاين تغيير كبير في بلديه خنشله، وانا نتمنى يعني السنه هذه تاع السنه 2017 نتمنى يعني انه يعني من المواطنين يقدموا لنا يد المساعده خاصه في جميع المجالات، وانه نقول لهم يصبروا ان شاء الله راه كاين الخير في البلاد هذه، وما نتمناو يعني واحد يتمنى انه البلاد تاعنا نعيشوا في هنا، بالنسبه للساكن مازال كاين الساكن، القطاع الارضيه راحنا نجتهدوا مع السيد ولي الولايه باش نخصصوا لهذه الحصه تاع القطاع الارضيه، يعني باش ما نخليوش الناس اللي خاصه انا في بعض الانتقادات كاين ناس اللي قاعده تحرض، يعني احنا نقولوا تحريض الظرف هذا الحالي نتاع البلاد تاعنا راه يحتاج ليه رجال ما يحتاجش تحرير، لازم نكونوا كل البلاد هذه عطات لنا ومدت وعاونت ولادتها، والحمد لله يعني الشباب تاع خنشله يعني مشكورين، يعني تقريبا جميع الشباب تاع خنشله استفادوا من الساكن والحمد لله مساكنين خاصه الطبقه الفقيره اللي يعني كانت في وقت من الايام انها تشتاق تحط الملف اليوم استفادوا بالساكن تقريبا 800 ما نقول 8000 ساكن، ما نقولش باللي الناس كامل بدات، كاين الناس اللي على بالنا تقريبا جميع العائلات جميع كل ساكن في ولايه خنشله بدا ساكن، نقولوا باللي مازال كاين الخير ان شاء الله، نقول للشباب هذو احنا مادام رحنا في الميدان ورحنا كاينين والدوله تاعنا راهي كاينه وقائمه راهي ما تفرش في ولادها وخاصه في مجال السكن والعمل الدوله راهي واقفه، وحنا ديما دائما يعني نسمعوا لهم، والصفحه هذه راني نتبع فيها انا كرئيس بلديه خنشله شخصيا نتبع في الصفحه نشوف جميع التعاليق نشوف الرسائل تاع المواطنين، ساعات ما نردوش ساعات نردو نظرا للانشغالات الكثيره تاعنا. نزيد بالمناسبه هذه نقدم كل الشكر الجزيل للمصالح الامنيه والعسكريه وعلى راسهم السيد رئيس الامن الولائي لولايه خنشله اللي يعني الحمد لله رغم كاين بعض الانتقادات من بعض المنتخبين في المجلس الولائي، انا نقول لهم باللي خنشله هذه احنا راحنا ساكنين فيها راحنا ساكنين في البلديه تاعنا ونعرفوا الامن تاعها والحمد لله، يعني جميع باللي كانت خنشله يعني تعتبر وكر للمخدرات ويعني الحمد لله انه يعني بفضل مجهودات الشرطه انه قضوا على هذه الظاهره هذه في ولايه خنشله،
ونزيد نشكرهم بزاف، خاصة الجهاز العسكري اللي يعني حامي حدودنا يعني في ولاية خنشلة، يعني مشكورين بزاف اللي صارين على الأمن تاع المواطن وسلامة المواطن. وحنا كبلدية خنشلة يعني هذه بلدية، بلدية المجاهدين والشهداء، وحنا مقبلين على 18 فيفري اللي راه تكون فيها الرفات تاع الشهداء يكونوا في المقبرة تاع خنشلة، اللي مقبرة الشهداء تاع خنشلة تعتبر من أحسن المقابر. حنا إن شاء الله راح يكون يوم الشهيد يكون حفل في ولاية خنشلة، ونتمناو من المواطنين أنه الأبواب، نتمناو من المواطنين أن يعودوا يشاركونا. أنا يعني تمنيت من المواطنين أنهم يشاركونا خاصة في المجال، في مجال النظافة، وديما نأكد عليهم بلي العمال تاع البلدية هذو راهو فيه الأب، فيه الأخ، فيه بزاف يعني حالات يعني اللي مريضة، قدموا لهم يد المساعدة. وإن شاء الله حنا ما نحبسوش هذا العام إن شاء الله، نتمنى إن شاء الله ربي يوفقني إن شاء الله لما فيه الخير أني نكمل الشيء اللي وعدته مع المواطنين تاعي. ونزيد نأكد على شكري الجزيل للسيد ولي ولاية خنشلة اللي يعني مقدم لنا جميع الدعم لبلدية خنشلة، وبارك الله فيكم، وإن شاء الله ربي يهنينا إن شاء الله، ونعاش لك كل دين هنا، والتيلي مورث لنا الحلا إن شاء الله، ونكمل معاش لبلدية خنشلة، ودير الخير إن شاء الله، وبارك الله فيكم، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.